التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء مجلس أمناء مكتبة الأسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددا من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب من بينهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أكمل الدين إحسان أغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي والسيد ميجل موراتينوس وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الامم المتحده للحضارات والدكتور مفيد شهاب والسيد محمد بن عيسى وزير الخارجيه والثقافه المغربي الاسبق والشيخه مي بنت محمد الخليفه الوزيره السابقه والرئيسه السابقه لهيئه البحرين للثقافه والآثار والمهندس هاني عزر والسيده امينه محمد وزيره الثقافه الكينيه السابقه والسيدة سامية نيكروما الرئيس السابق لحزب المؤتمر الشعبي في غانا والدكتور محمد سلماوي صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أعرب عن التقدير للدعم اللامحدود الذي يقدمه السيد الرئيس للمكتبة إيمانا بدورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما العربي والإفريقي والمتوسطي والدولي مستعرضا في هذا الصدد جهود المكتبة خلال الفترة الماضية في أداء رسالتها وموضحا الخطط المستقبلية لتعميق دورها وزيادة إشاعها الحضاري وقد حرص السيد الرئيس خلال اللقاء على الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء مجلس الأمناء حيث أشاروا إلى أن المكتبة تمثل حالة فريدة على المستوى الحضري استعكس بدقه دور مصر كمركز تنوير تاريخي للالتقاء والتفاعل بين ثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب معربين عن بالغ تشرفهم بعضويتهم في مجلس امناء هذا الصرح المتميز ومؤكدين اعتزامهم بذل اقصى الجهد لتحقيق دفعه قويه في نطاق عمل وتاثير المكتبه خلال المرحله المقبله اضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس ثمن جهود مكتبه الاسكندريه لنشر العلم والمعرفه مشيرا الى انها تتكامل مع مساعي الدوله في هذا الاطار لبناء الجسور بين الامم والحضارات وفي تاكيد مفاهيم التعدديه والسلام والحوار والتفاهم واحترام ثقافات كل الشعوب مؤكدا دعم الدوله الكامل ودعم سيادته شخصيا للمكتبه ولدورها المهم ومشيرًا إلى أهمية التجديد المستمر في أطر وأساليب عملها وقيامها بدعم البرامج البحثية الجديدة وأنماط التعليم المبتكرة. فضلًا عن تحفيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الإبداعية مع العمل على تعميم دور المكتبة في هذا الصدد ليشمل دعم الإبداع والابتكار على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمه العراقي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه الى جانب السفير احمد الدليمي السفير العراقي بالقاهره صرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان السيد الرئيس اكد الاعتزاز بعمق العلاقات الاخويه الوطيده بين مصر والعراق. على المستويين الرسمي والشعبي وحرص مصر على سلامه وامن واستقرار العراق ودعم جهوده لتحقيق النهضه والتنميه والتقدم في اطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحه العراق وشعبه مثمنا في هذا الصدد الدور البناء الذي يقوم به السيد عمار الحكيم للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق من جانبه اعرب رئيس طيار الحكمه العراقي عن بالغ تقديره لنموذج القياده الرشيده الذي يمثله السيد الرئيس على المستويات المحليه والاقليميه والدوليه وكذلك دور مصر كركيزه محوريه وضامن اساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقه الاسلاميه والعربيه ككل مؤكدا تطلع العراق لمواصله تعزيز العلاقات التاريخيه الوثيقه التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي تقوم على اسس من التضامن والاخوه، ومعربا عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم العراق، وحرص بلاده على الاستفاده من الخبرات التنمويه المصريه في المجالات كافه. اللقاء تطرق الى استعراض المشهد السياسي العراقي بالاضافه الى مناقشه ابرز تطورات الاوضاع الاقليميه ذات الاهتمام المشترك.